بصي يا جميلة بقى، انتي اهلك ما كانوش موافقين ان انتي تمثلي. بداية كده يا بدرية على طول زي بالظبط بجد مشتركين في حاجات كتير. اتفضلوا اعملي حلقة مع بعض واحنا هنريح. مثلتي بقى ازاي؟ زي بالظبط. طب يتصل وترد. لما تكون قصتك انتي. لا انا قلت زي بالظبط. احكي لي وسيبك منهم. انا اقول لكم انا كنت ايه النهارده؟ سيبك منهم عشان هم مع بعض. شوفي بقى يا الاكل الاكل عملت ايه؟ هتسمعوني ولا ننفسن على بعض؟ تكلميها هي لوحدها. لا اكلمكم كلكم. بصي انا قاعده لك قعده الاستماع. انا كنت حابه امثل، كنت بحب التمثيل قوي، وبعدين عرضت الفكره كده على اهلي، ضحكوا عليا جامد جدا. كنت والله صغيره بقى؟ كان عندك كام سنه؟ لا كنت انا بقى خلاص كنت ثانويه عامه كده. طب انا عايزه امثل، ضحكوا عليا كده وقالوا ما فيش حاجه اسمها التمثيل، التمثيل ده حرام بقى، وبابا كان يعني متعصب دينيا جدا. المهم انا دخلت الكليه الاول ودخلت تمثيل من وراهم وقعدت امثل. انت حكيتي لي. ايوه انت خريجه معهد فنون مسرحيه. انا هحكي انا هحكي بسرعه كده عشان هي قصه طويله يعني. المهم انا دخلت التمثيل من وراهم. الاول في المسرح الكليه، وبدات امثل واخد جوائز. كليه حقوق. اوكي. كليه حقوق دي مطلعه اكبر فنانين. طبعا يعني. المهم قعدت امثل بقى واخد جوائز، وبعدين كان الله يرحمه استاذ دكتور سامي صلاح قال لي انت ليه ما تقدميش في المعهد، انت لو قدمتي في المعهد يعني هيتوافق عليك على طول يعني. فقلت له لا انا عندي اهلي ما فيش وبتاع. المهم ايه، قعدوا يزنوا عليا في كل سنه كنت باخد فيها جوائز يعني. المهم قررت ايه، ان انا اقدم في المعهد، بس خفت. خفت فقدمت، كان لسه طالعه اداب قسم مسرح في حلوان، فروحت قدمت في حلوان. بس طبعا يعني لقيت، لان كل ده من ورا اهلي، لقيت صعوبات جديده لان انا ساكنه في الهرم. فلقيت طبعا بعيد قوي، مشوار بعيد قوي. فقررت ان انا ما اكملش السنه دي واشتغل واحوش فلوس علشان ابقى منفصله عنهم وكل تماما. كل ده هم ما يعرفوش. كل ده هم ما يعرفوش. فاكرين بتروحي الجامعه الصبح بترجعي وجاي. المهم يعني تخطيط البوليس الجهنمي ده. المهم اشتغلت سنه وحوشت فلوس وبتاع والكلام ده، وبعدين رحت قدمت المعهد. بس كان هنا بقى ساعتها ماما كانت لازم تعرف، انا امي وبابا منفصلين عن بعض يعني، فانا عايشه مع ماما، فكان لازم تعرف يعني. فقلت لها انا هقدم في المعهد وهخش قسم اخراج، مش هخش قسم تمثيل، وهبقى ورا الكاميرا، بس انا عايزه اعمل حاجه انا بحبها يعني. بتضلين وافقت. وانا في المعهد بقى جات لي ادوار، فقلت لها، بدات اقول لها ايه بقى، انا رايحه اعمل تريننج، انا بحكي لكم ده في السريع. وعلى اساس ان هم مش هيشوفوكي مثلا؟ ما انا ما يهمنيش بقى، انا كان كل دماغي عايزه امثل وخلاص. فقلت لهم انا رايحه اعمل تريننج، عشان طبعا بقى في تاخير، وفي التصوير عيط لما اتاخر وماما هتضربني. كنت لسه الله كيوت قوي، واقول لسه يا عمو ممكن توصلني وانا مروحه، انا ممكن توصلني يا عمو. زي بالظبط. انت كنت بتقولي يا عمو ممكن توصلني يا عمو؟ لا يا أنكل وصلني يا أنكل. متقمصة أنت شخصية غير معلومة بالنسبة لي يعني، شوية فيفي عبده مدية على نادية لطفي. لا متهيألي نادية لطفي أوقع. اوكي اتفضلي كمان. مالك يا هيجي؟ انا بحب نفسنا قوي دي الصراحه. وانا كمان نفسنا حلوه قوي. ده العاج بتاعنا. وبعدين كان اول حاجه ليا كانت الرقصه، لا ام كلثوم، محدش يعرف خالص ان انا بمثل. وفجاه ايه، راحوا بيخبطوا على بابا بيقولوا الحق بنتك بتمثل. بابا طبعا بقى ايه، جه من البيت عنده بيخبط عندي، بفتح الباب، كنت انا لابسه تريننج. خدتي طبعا الالم المتين. خدت ايه؟ ما خدتش اي الم. لا بابا كان شيك، هو خدني من شعري كده وجرجرني على السلالم بالبيجامه وانا حافيه، وجرجرني على السلالم ووردني بقى البيت عنده وحبسني، والا لازم يجوزني. بقى. وانا بقى انت عارفه بقى، مش هحكي لكم التفاصيل. لا والله، وحالات انتحار بقى وبتاع. المهم كل الحالات دي فشلت معاه تماما، رحت انا هربت بقى منه ونطيت من الشباك ومواويل بقى يعني. وقعتي على رجلك يا اختي؟ الف سلام. كل ده يا اختي عشان ايه؟ عشان امثل. وبعدين يعني لو كنت سمعت كلام بابا من زمان كان زمان دلوقتي بقت دكتوره. صح يا اختي؟ معيده. لا التمثيل احلى. دكتوره كده ولا مهندسه؟ طب هو دلوقتي عامل ايه يعني بعد بابا؟ الله يرحمه دلوقتي. الله يرحمه. بس هو خلاص بقى يعني، انا يعني بعد سنين بقى
بعد ما بدات تشتغلي بقى لا بقى مؤدبه كده وبسمع الكلام وما انحرفتش وما بشربش خمره زي ما زي كل الممثلين الوحشين الفكره اللي عند الناس عن الممثلين او الممثلات ان هم كل يوم يعني سكرانين وراجعين بقى والكلام ده هم متمرمطين ومتبهدلين ومسكرين من التعب اساسا زي بالظبط انا بروح البيت متبهدله على كلنا لا شايليني بروح شايليني بس فانا لما لقى ان الموضوع يعني دي مهنه وطبيعي وعادي جدا مهنه صعبه والناس بقى يعني يعني كل الجيران بقوا مبسوطين من شغلي وبقوا بقى فخور بيا بعد كده الحمد لله ان هو توفى وهو فخور بيا الحمد, الحمد لله الحمد لله. وايه بقى هواياتك غير التمثيل في البيت عموما؟ اقول لك انا بحب اكتب خواطر اكتب حاجات كده بحب اقرا بحب ارقص قوي بحب ارقص قوي مع نفسك في البيت كده ويلا قدام المرايه بحب ارقص قوي على ايه بقى رقصه والله كلنا على فكره كان جوانا الحلم ده عشان عارفه يعني باباكي ما كانش راضي بالتمثيل كنت هترقصي له انا كنت عايزه ابقى امنيه حياتي ابقى راقصه باليه اصلا باليه كنت بابا نفسي اتعلم باليه قال لي خرافي حرام انا اول مره كان قريت شعر كان نيفارو جويدة انا بحب الشعر قوي قريت له حاجه كده في جورنان فقلت لبابا انا عايزه كنت فاكره الموقف ده جدا كنا في مكتبه وقلت له انا عايزه اجيب كتاب لفاروق جويدة لقيته بقى ايه في مجلد شعر كده داني حته قلم في المكتبه نعم بابا كان حنين حنين قوي لا والحقيقه حنين مش بس كان يعني فكره الشعر حرام والحب برضو؟ والحاجات كل ده حرام فده خلاني انا كنا عندي بحوالي كنت في اولى اعدادي ده خلاني هو ضربني ليه فخلاني اروح اشتري كتب فاروق جويدة فبقى من هنا انا بدات احب الشعر وبدات اكتب وبقيت اقلد زيه واقول بنفسي كتاباته وبعدين واحده واحده بقيت بقى دخلت نزار قباني بقى وتمعقت طبعا تمعقت يعني طبعا تمعقت عارفه انا قاعده عايزه اقول لك تمعقتش انا قلت يمكن دي حاجه ما قلناش انت متاكده انت متاكده انك هتكتبي شعر بعد تمعقت دي بس على فكره اللي هي تعمقت قصدك ايوه بس تمعقت بعد تمعقت دي ما ينفعش تبقي راقصه باليه لازم تبقي راقصه كباريه راقصه كباريه مش محتاجة مدرب باليه انت محتاجة مدرب تخاطب الله يعني تمعقت وتمعقت وبحب اكتب شعر مش لايقة على بعضي وتمعقت بس انا بكتب تمعقت وانا اقول ليه ما شفتلكيش اي تمعيقة يأتي في حتة ما كلهم متمعق لا وفرق ويدا من اي حد شفتي بقى يلا بينا نطلع فاصل نرجع نكمل مع ضيفتنا الجميلة جدا بعد الفاصل